على الدين البوعليقي، نزلت الكرة بن زرتي على الدين البوعليقي في اتجاه عزيز القسمي من الجهة اليمين، عزيز القسمي وزع كرة والرأسية، نزلت الكرة جول 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 جول. آخر ثواني الشوط الأول تجيب جديد وتجيب معها أولى أهداف فهد بن حسين مع النادي الرياضي البنزرتي في البطولة. 1-0 للسيابي بعد 46 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النادي الرياضي البنزرتي يسجل الهدف الأول في ملعب 15 أكتوبر كما قلت، 1-0 للنادي الرياضي البنزرتي أمام الأولمبي البيجي. فهد بن حسين في الدقيقة 46 من هذا الشوط الأول، كانت كرة مخدومة من النادي الرياضي البنزرتي أكيد في انتظار الإعادة أمامكم. جماهير النادي الرياضي البنزرتي فريق أكيد فرحانة بهذا الهدف الأول، وأمامكم الإعادة للهدف. عزيز القسمي يوزع كرة رأسية، يوسف فلاحي تصطدم في مدافع الأولمبي بيجي، ترجع من فهد بن حسين اللي ما يضيعش الكرة وجه لوجه مع حارس الأولمبي البيجي عبد السلام الحلاوي، لتتغير المعطيات أمام فرحة جماهير النادي الرياضي البنزرتي.